نعم. من يريد اسوي له مفاجاه اكتبوا لي بالتعليقات. ليش يا بتوزع مفاجات؟ يا الله ليش لعب؟ قالوا له دنا وتدنا اللي هي وبس خلاص والباقي خس. هلا وحبايب قلبي شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو بديته وياكم من الصبح لانه اليوم عندنا هواي شغلات نسويها. طبعا قعدت من الصبح اليوم مالتي ماكو اكل اليوم بس سوائل. دا اسوي هاي التجربه جديده. طبعا هي بالصيام المتقطع. لما الواحد يصوم هوايه صيام متقطع يتعود عليه يخلي يوم بالاسبوع يسوي صيام بدون اكل بس سوائل. يعني مثلا البيضه الصبح سلقتها بس اول فوره وشربتها شروب شاي نبقى كلها حتى الشوربه اذا صار يعني وقت وسويتها راح اراويها لكم بالفيديو. خلصنا هسه الفطور. محمد سوينا الفطور مال عمتي واخذه وراح من الصبح. طبعا خابرني هسه قال لي دنيا عندي مفاجاه لك. احنا يعني يوميه الصبح نسوي الفطور مال عمتي ونودي لها وبعدين نخلص شغلاتنا نشوف ايش عندنا ما عندنا. وبالمناسبة اليوم نزل الفيديو مال عزمنا جيراننا بعيدهم وكنا دا نحكي على العمة وكنا ولو راح اطول عليكم بس خلوني احكي هذا الموضوع لانه هواي هواي حكي اجى عليه ولو انا قلت من قبل قلت انه ما احكي بيه لان هذا شيء انا اعتبره خاص وبيني وبين رب العالمين. بس خلونا نحكي نوضح شوية هيك مختطفات بما انه هو انفتح الموضوع اليوم. شفت بعض التعليقات يقولون دنيا بما انه تحكين عن عمة وتشنة عمتك مو زينة وياك او عندكم مشاكل انتو عمتك. طبعا عمتي حاليا يعني مرة كبيرة عمرها بال 73 سنة. العمة وتشنة ماكو عمة وتشنة ما تصير بيناتهم خلافات ومشاكل وهيك وغيرة. الام تحب ابنها والمرة تحب زوجها وهيك يصير بيناتهم. فحاليا يعني لا ما عندنا اي مشاكل والمرة كبيرة ومريضة ويعني مستحيل ما عندنا مشاكل لا هسه ولا قبل. يجوز كانت شوية بس مو ذيك المشاكل يعني الحمد لله والشكر. فقلت لكم حكينا على العمة وكنا فعبالكم اني يعني نقصد نفسنا. لا والله من باب يعني الطرافة التعليقات هواية مرات تجي بهذا الخصوص او يقولون انه محمد عايف امه وما يداريها ومن هذا الحكي. طبعا هاي تجي من الاقارب يعني من الاقربون بعض التعليقات. فبس حابة اقول لكم شغلة محمد خسر هواية شغلات الخاطر امه. يعني اجى من العراق الخاطر امه. خسر الورث مالته مال ابوه الخاطر امه. خسر ابوه واخوانه الخاطر امه. يعني انحرم من شوفة ابوه 8 سنين الى ان توفى همتين الخاطر امه. فما اعتقد انا اعتبره الولد المثالي. هاي انا يعني برايي الولد المثالي هو محمد. طبعا احنا ما حاكين نهائيا بهذا الموضوع بس اول مرة حابة احكيه لانه بعض التعليقات طلعت من طورها. فأنا أعتبره الولد المثالي وأنا دائما مساندته بغض النظر. إذا شوفوا بنات يعني بغض النظر إذا كانت عمتكم زينة وياكم أو مو زينة وياكم أنت مدام تحبين هذا الشخص لازم تحبين كل الأقربون. شلون لما يقول بالأغنية أحبك وأحب كل من يحبك وأحب الورد جوري لأنه بلون خدك. لا مو هاي سالفتنا. فقلت لكم يعني اني اشوف يعني حبه لامه كلش كبير فاني دائما وياه. وقلت لكم بغض النظر ان عمتكم كانت زينه او مو زينه من توصل بهيج عمر وهيج مرحله لازم تتركون كل شيء وكل الخلافات وتهتمون بيها. لانه شوفوا الانسان من يكبر يصير مثل الطفل يحب واحد يداري يهتم بيه يدلعه. الاكل مالته لازم يكون خاص هواي هواي امور. بس صدقوني يعني احنا مو دائما يعني ما نريد نصورها. انا صورت كم مره يعني عن عمتي وهاي فشفت التعليقات لانه هذا الشخص ما عايش وياك ما يعرف انت شو تسوي انت صحيح رجعني بالمخدة. صحيح تشوفونا نصور لكم بس احنا هذا مو كل حياتنا مصوريها. اللي هواية من المشاهير يقولون احنا حياتنا 80% لا مستحيل يعني 50% من حياته ما يصورها ما يصورها. يعني هواي امور. احنا الفيديو 20 دقيقة يمكن خلي يوم نصور او نصور كم ساعة من نهارنا
فلذلك حبايب قلبي نصيحة لكل عمة وكل شنة، ولو أنا أجوز يعني أكون أكبر منكم أو أصغر منكم أو هم أكبر منا، عماتنا وأمهاتنا كلكم حبايبنا ونحبكم كومات. العمة خلي تشنة بنتك وتشنة اعتبريها أمك، يعني إذا أمهاتنا دائما من يغلطون بحقنا من يزعلونا هاي يعني الزعل بسرعة يروح، فنفس الشيء خلي نفسك بمكان ابنها فتصير المعادلة وحدة. طولت عليكم بالحكي بس لأنه والله شفت التعليقات. يلا خلونا ننطلق اليومنا حبايب قلبي، بديت وياكم يومنا وإن شاء الله يكون يوم حلو وفيديو حلو. خلونا ننطلق لأنه اليوم حابين ناخذ الأولاد والروح بعد أسبوع واحد للمدرسة حتى نشتري لهم المستلزمات المدرسية. شفتوا آدم شو يسوي؟ يلا خلونا نروح خلونا نغير الشرشف أو الغطا مال الميز، سوي لك كم شغله حتى بعدين من يجي محمد الروح. طبعا محمد كل ساعة يتصل علي ويقول لي محضر لك مفاجأة، خلي نشوف شنو هاي المفاجأة اليوم. ده يحمسني ما أعرف ليش. بابا راح الجدي وما أخذك ويا اليوم؟ بابا راح الجدي يعني راح البيبي، شو يسوي راح الجدي؟ ها؟ باي. راح باي الجدي؟ شو يسوي بابا يروح الجدي؟ نم نم ياخذ نم نم يعني ياخذ اكل. باي جدي. ايه باي جدي. بابا راح باي جدي. ايه باي نم نم. باي نم نم. نم. ايه قالوا لك انت ابدي الفيديو في اليوم شو ما بديته. يلا سلم عليهم. هلا اصدقائنا شلونكم شبحاكم ان شاء الله بخير. هسه من يروح انت لو شمس تروحون ويانا؟ انت نروح على مود نسوي المستلزمات المدرسيه اليوم الحنوش وغير يوم الشموسه ونشوف شنو راح نقدر نشتري. هذا رايق شموسه طبعا لسه ما تريقت ومحمد اجى وانا لسه ما مبدله. زين يا ابطال جايب لك فد مفاجأة. لا اله الا عمي. شنو المفاجأة اليوم كنت تعرف لي؟ مفاجأة. شنو؟ انت ما تحبينها بس كل النسوان يحبنها. صدق؟ والله. انا ما احبها وكل النسوان يحبنها. اي والله. شلون هاي الشغلة؟ ما لك علاقة علي. ليش؟ هي علي. وي علي. الشغلة ذا يحبنها النسوان كل النسوان يحبنها. لا انت ما تحبينها. صدق؟ والله. ما اعرف شنو ليش هاي خاصه هي مفاجاه حلوه وغاليه. زين خلينا نشوفها سريع. سعرها يمكن تقريبا 1500 يورو 1600 يورو هيجي. عليك الله. والله العظيم هاي شنو هاي؟ والله والله تعور لا 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 والله ما انت تعال يلا جيبها لعند هسه. إيه؟ لا ما انطيها هسه. صدق؟ والله. ليش لعند العيد؟ في الليل. في الليل؟ ايه. ليش؟ لان يرادلها شغل. اه ايه. يا ستار يا سحر. يا ستار يا ربي الشغله تخوف. راح لعمتي مفاجاه وبالليل رادلها شغل شنو الفيلم. يلا خليكم ويانا خل نروح نبدل وناخذكم ويانا اليوم المكان اللي راح نروح له. هسه خلصنا تبديل بس قبل ما اطلع قلت خلي اسوي وياي الشوربه اخذها لان اكيد راح نتاخر ويصير وقت الغداء وجوع فراح اسوي هاي الشوربه. اخذها وياي بهاي مال القهوه. هاي طبعا نشتريها من اللي يجي كل السوبر ماركت يبيعها. هي بس طوز بطعم الطماطه وحتى يصير المي مالح يعني على مود واحد ما يفقد هواي سوائل وهاي وبعدين يتخربط. والفيتامين هم راح اخذها وياها. هاي يسمونه رجيم مال مساجين. لا هو يوم بالاسبوع هذا الرجيم يصير قاسي صيام قاسي بس سوائل ونخلي عليها ماي حار. ماذا بك يا ايتها المراه؟ بيروج شنو ناكل؟ لازم مثل الفيلم المصري. ها؟ طيب
تراتشي يلا تفضلوا 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 البيت بيتكم. باي اتفضل. اوف هاي باي سوت لي. قلنا حنوش يجوا انا على مود اللستة مالته. خطيه جت اللستة وهو ما اجى بقب البيت وجت تششه. ترى انا جايبك مفاجاه. ما اريد. شنو هاي المفاجاه؟ لازم بالنهايه اوردر تقولين. شمس ليش سوي فيها؟ ليش سوي فيها؟ قمت تسألنا بوت كم هي بتا أنتم حنوش حبيبي نسيت الشوربة مالتي على الكاونتر جيب لي إياها بسرعة بس لا تنسى المفتاح جيبه وياك موك مفتاح السيارة معلق ورا الباب محمد أنت خبصتنا بالكاميرا وبسوالفك وهذا خليتنا ننسى كل شيء انا اخبصكم اي خبصتنا انا اخبصكم اي انا اخبصكم اي لك شنو هاي شنو هاي شنو هاي شنو ملعون شنو هاي شنو طيب وين المفتاح يريد ياخذه ويرجع الف رحمه على والديك والله يكثر من امك عبالك رحنا غير دولة والله عبالك ألماني طبعاً المكان يبعد عن بيتنا ساعة هو شنو هذا المكان شوفوا يجنن يخبل بملاعيب هو كان قبل اسطبل مال حصن وشوفوا الديكور مالته وكل شيء بس هسه حالياً بأغراض وملابس وشغلات كلها قلونا ماركة طبعاً شكراً للي قلونا تحياتنا وراح نطب جوا ونشوف شكو ماكو وراح نشوفكم كل هذا المكان الحلو يلا تعالوا يانا بس هنا أنا هاي الماركة البومة الطير مال رياضة مال فيتارية هذا مال فيتارية هاي لا شنو هذا ماركة بومة هاي شنو ها نختصر فوق هاي راح تلبسيها اي امك على البير وامي على البير وتقول لي ما يصير الطينة تفسير أمك ما ترضى أمي على البير وأمك على البير صير طيني تفسير شو تريد أمك من تجي ابنك علي يشتكي هسه ذاك المكان كنا بيه بس مستلزمات رياضية يعني ملابس رياضة وأحذية وجنط وهيج سوالف فهسه راح نروح الغير واحد بملابس وأكل هناك هم كراتف وخاوليات خلينا نفرفركم يلا تعالوا هنا هنا ها واو طلع لا بمنسف عيني هاي ارخص شغله ب 50 غير ماركه تعالي لقيت هيله قلي اريد تشوفينه ايه وتبي مبروك يلا تعالي غير اشتري لي لا اريد اشوف وينها انا اشتري قطعه واحده تشتري 36 اي صح وذني شال اربع قطع مو مالاتي والله كلش حلو حلو اي والله واو حلو كلش حلو اي والله صدق بس الرجل حذاء ابيض اي شلون صرتي طالبه انت ما جونا تشتغل عاجل انت كيوت طالبه انا طالبه انت مين هذا واو كلش حلوات هاي العارضات الأزياء السمان. السمان؟ على أساس أنا سمينة. السمان هذا طائر. سمنا طائر السمان. والله كلش حلو. كيوت. إيه طبعاً. أنا حلي الذني كلهن بس بقت شغلة لازم أحلها حتى تخلص. طلعت هاي هنا أنا كانت ماكو هسه صارن بالجديد هاي واحد. هسه هاي طلعت لنا أصعب مو إنه. هسه لازم نحل. لازم نحلها هاي. بابا. شلون حلوه عليك الله خفتني لا والله كلش حلوه جنن ماي سعرها يعور لا تروحي لا تروحي مو زين عليك مو زين عليك مو تخفيض هي بالتخفيض بالتخفيض
دنيا تبوح لك لا تلزمي لا تلزمي كلش كافي حظيت بشرف لبسها صدق والله توجع توجع اه لسه ما هاي اللي قلب الدنيا على مودها بعد اخضر باعي طب انقلاب الكوكب وجمد الدنيا على مودها جيب واحده جيب واحده محمد شنو هذا بس بعد اخضر اللي هذا السنجاب قلب الدنيا على مودها مال ايس اتش ايه لعدت ليش ما رحت جبت وحده وين تعال ادم شوفوا هاي تذكرون هذا الفيلم ايس اتش شو يا دودي هاي جبت الديكور والكوشات حلوات جيش كومة ولا بهذا المكان نهائيا ما شفنا حد بس شوفوا ايش قد حلو انا متألم انا تألم هاي منو ذا ايش ردهم الزحلق واو وينه هسه شنو لازم ندور مطعم ويروحون يتغدون لان الساعه بالخمسة صارت وماتوا من الجوع لقيتي لقوا مطعم تركي يلا خلونا ننطلق وهذا شنو يا ابو عرموط لو تفاح عرموط شنو هالجمال دنيا صعد بهاي دنيا وين هاي لا عيني امه هسه تقوم تطشف بابا يا تمن انا ما اريد اكل يعني شلون نومي انا ما اريد اكل شي بس هاي طبينا اه هاي هنا طبعا هذا المطعم كلش حلو بمدينه هان تقول كلش هيك سوى كل هيك كلش حلو انه تقول كلش حلو واجينا ناكل نانا اكل شدي المطعم ياكلون باكل نامي 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 الله ينتقم نامي نامي آدم آدم الله ينتقم نامي ملتيه ملتيه آدم 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 فاصل آدم فاصل يا ولد الله ينتقم نامي انتقمنا تعلمتي انا لا والله انت بعد من علمت انت بابا انه بابا البارحه تغدينا بالاربعه وهسه الساعه بالستة البارحه شكلت انا بالغداء اكلت اجنحه مال دجاج مشويه وهسه حاليا الساعه بالستة صار لنا اكثر من 24 ساعه 26 ساعه بالضبط الصيام مالتي صار طبعا الحمد لله والشكر كان ذيك الايام ما اقدر اصوم هالقد بس هسه اقدر اصوم ولو بالبيت اليوم اني كان ما اكلت هسه لباكر الصبح اقدر اصوم لان صار تعويد تعويد من واحد يتعود على الصيام متقطع راح يقدر يصوم ساعات اكثر بس لان طلعت برا وسياقه وهاي الطريق طويل لا راح اكل هسه الساعه بالستة عندي 26 ساعه كل زين تعال
على هذا الطبق اللي طلبناه طبعا مال 4 أشخاص وزين بالنسبة غير مكانات رخيص ترى. طبعا شنو الموضوع؟ انا اريد اروح للبيت بسرعة ومحمد يتحجج حتى يأخرنا برا. انا متحمسة اشوف شنو المفاجأة اللي مسويها او جايب لي شغلة ما اعرف شنو. فهو دا يتحجج انه كل ساعة كافيه ها وجاب كافيه لاتيه وجاب دونات فيريد يأخرنا ما نروح بسرعة للبيت. انتم متحمسين للشغلة؟ قويانا هسه ان شاء الله ساعة ونوصل للبيت ونعرف شنو الشغلة اليوم اللي مسويها محمد لنا مفاجأة. ايش قلت لكم؟ مو قلت لكم محمد دا يسخت ويضيع وقت ويريد يحمسنا اكثر حتى شنو؟ حتى نبقى متحمسين منها لما نرجع للبيت. هسه قالوا اوقفوا هنا على النهر ويردون ينزلون هنا يمشون على النهر. وين رايح دومي؟ مو اي هنا مو هذا نهر ذاك الجسر حلو. هاي هنا ما اعرف شنو مثل العبارة. هاي ليش ليش هنا لان صار صلده جوا الجسر قام عيطون. هسه جينا هنا للجسر الثاني. هاي طبعا سكه قطار لو يجي هسه نصوره ماكو مدى يجي. يلا نروح نرجع نرجع كافي مو كافي السخت. يلا اللي يعرف ليش لون النهر هيجي يكتب لنا بالتعليقات. وصلنا للبيت وراح ننهي الفيديو ومحمد كل شو ماكو طلع ناصب علينا من الصبح لسه وكان اجيب لك كفر وان شاء الله من يصير عندي اشتريت موبايل صدق؟ لا لا والله اشتريت فولي همين هاي اللزق مال شو اسمه لا والله جبت سيم كارت مفتوح تفتحين بيه حتى انترنت يوتيوب وش وقت ما كان ما يخلص عافيه رحمه لاهلك والله اهم شيء الانترنت ايه زين والسويتش هذا مال السيارة هاي الفكسوار شكرا اي سيارتي جديدة اي والله اهم شي الانترنت مال هذا موتني هذا لا اقدر اسوي لايف بس لازم تخلينا بتليفونك شو اعتمد على السيم كارت وهاي هي فضلت وذني هسه جبت لك الفولية وجبت لك الكفر وان شاء الله الموبايل من يصير عنده اشتري لك اياه اي والله اوكي شكرا جزيلا وصار عندي واشتريت لك اياه صدق يا سبحان الله شلون هيك شلون ايفون 13 برو ماكس وفاكس واكس عبر القارات ايفون ايفون انا تدري بي احب الايفون لا 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 عدين تجيب لي ايفون هاي صدق والله لان ما تحبينه ما اعرف له ولا اعرف ذاكره 512 مو انت باعي المتابعين دائما دنيا از روتين دنيا از روتين فهذا حتى ايش تسوين 4K يصورين بيه وتنزلين روتين ما اعرف ما اعرف يا اخي شمس تعلمت شمس انا مرة فقيرة اي سامونية شمس كوري شو اسمه؟ سامسونجية فتحي لا صدق عاد؟ والله والله صدق تليفون؟ دنيا والله صدق 1500 صدق هذا التليفون يا الله ب 1500 بعدك واحد ودير بالك تفتحينه هيك النوب والله يسلم قلبي قلبي امشي على كيف امشي بهدا ويا حلو دربك خاطر هاي شنو؟ هاي هذا داسس شنو وش تقول هي هاي؟ منو؟ حقيقي والله العظيم حقيقي شوف الاطار مالته شلون نيكل سويت لك اياه طلب خاص هذا دنيا مخاف على حقيقي والله هاي شو وقت سويت السالفه؟ انك منك هين يا زلمه واكو شغله الاخ حقيقي دنيا والله حقيقي قديش؟ ب 1500 اي رد اجيب لك وان تيرا بس ذاك الذاكره يعني اكثر بس ذاك غالي معبود اشتري حجول ذهب اثنين صدق والله اثنين حجول ذهب اكو شغله الايفون هسه او الاجهزه كلها قامت ما تجي وياها شاحنه يجي بس كابل ليش شوف انا جبت لك باعي غمض عيونك غمض عيونك
هذا كابل مالتك وهذا كابل شمس وهذا راس ما الشاحنة بعد شتردين وأصلي معدل ها عدل راح يحسدوني عليك بيحسدوني عليك هاي مال هذا جسمه والله صدق والله ليش هيكي هذا غالي ها ما يغلى عليك الغالي فدوى الله هو الغالي للغالي اعطيني الكفر خل اسوي لك اياه شكرا الله يحفظك يابا هذا شنو يجيب القمر ويرزقك ويطول عمرك صدق تشربين معود احنا بيناتنا السوالف احنا اخوان صدق ما يصير ايش تقول بس والله صدق انا ما اعرف الايفون شمس تعلم ما احب اصعد هدي لي ها اهدي لك اياه ليش ذاك اليوم جاب لك هو ايفون شو ما قلت لك اهدي لي اياه والله ما يصير الهديه لا تنباع ولا تنعطى هسه هذا الخط جبت لك اياه اي بس والله الفرحه بالخط وينه اربعه يعني 24 ساعه تبعين يوتيوب ما يخلص ما لك علاقه هاي مال هذا مال شو اسمه ها تنظفها العراق بس وين السيم كارت راح هذا اي هذا انترنت مفتوح ايه. انا كتبت علي هذا والله زين الحمد لله وين ما راح اسوي لكم بث مباشر وين تابعونا بالتيك توك انستغرام وفيسبوك دائما هناك البث المباشر يا هل يعرفون خط القديم راح خط بعد مو بسهوله بطرقمي ما يصير فوالله صدق 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 انا ما اعرف له وصعب ما يراد له شيء ثاني مو صعب يوم شو شمس تقول اسهل من السامسونج لان هي متعلمه علي انا مره فقيره هذا وين موبايلي وين مسكينه مقروده بس موبايلي في مشكله هالايام انه هو الشبكه تفصل من عنده بس هم اسوي لك اياه هذا حلو هاي ومعدل على اليمن معدل ورده اسالنك هيلك وين معدل ورده اسالنك هلا هلا اكتبوا لنا بالتعليقات اذا عجبتكم هاي المفاجاه والله انا يعني عجبتني وما عجبتني لان انا من نوع ما احب الايفون ولا اريده ولا ابد ولا افكر بيه احب السامسونج لانه استعماله سهل والبرامج اللي بيها ماتين سهله وحلوه هاي مو اي برنامج مرات برامج لازم بفلوس الايفون فمن هذا الباب ما ادري اتعلم ما اتعلم الله كريم من يريد اسوي له مفاجاه اكتبوا لي بالتعليقات ليش يا بتوزع مفاجات يا الله ليش لعب؟ قالوا لا تدنى وتدنى دنو اللي هي وبس خلاص والباقي خس حبايب قلبي احبكم كومات خلصوا الفيديو مالتنا اتمنى يعجبكم الفيديو اذا عجبكم خلوا لايك وكتبوا لنا كومنت حلو مثلكم شو اسمه؟ كومنت ماما لا عم احنا وين انا الكومنت احنا نقول اكتبوا لنا تعليق حلو مثلكم حبايب قلبي انتظرونا بالفيديو الجاي باي باي يا بي خلاص الفيديو بس انا ادري اللي عندي لك مفاجاه شنو هي ششه انه جبتيها وين شغله بايده وفتينه ولحتي ايوه هسه صارت قريبه او ماي جاد ها والله انه شنو معدله هاي جبتها وياي من ايران وين لقيتيها كانت بالخضله شوفوا هاي مال موبايل وبعدها جديده واللزقه بيها شكرا انه حياتي فدوه شوفوا تندل مكانها هاي راح نلزقها هنا بالايفون حتى هيك من زمن الموبايل